السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا الحلقة الثانية من فيلم الإنس والجن في سلسلة اللغة الإنجليزية. عندي الفاعل هنا، مين يقول لي الفاعل هنا؟ ممكن أقول له she يعني هي. يبقى انا عندي الفاعل هنا she. عملت ايه؟ بصوا كده في اللقطة. الحمد لله. مسكت الحقيبة. اللقطة اللي هي عملتها مسكت الحركة اللي هي الفعل اللي هي عملته مسكت التقطت الايه؟ شالت ايه؟ ها شالت ال... يبقى انا عندي الفاعل، الفعل اللي هي عملته بايه ده؟ ان هي مسكت. الوقع على الفعل مين؟ مسكت ايه؟ الحقيبة. علشان كده احنا بنتكلم، قلت لكم اللغة الانجليزية محتاجة. يبقى انا عندي هنا عشان اقول الايه الفعل هنا شي، الفاعل بتاعي اسمه شي. الفعل اللي هي عملته فين؟ ها picked up، picked up التقطت ايه؟ ها انا عندي الفعل، مصدر الفعل من picked دوت pick من غير ايدي، لكن انا بضيف له ايدي علشان يبقى في الماضي past. هي خلاص حملت الحقيبة، فاحنا ضفنا له اي دي علشان هي شالت الشنطة، ده في الماضي شالتها. ها مين اللي وقع عليه الفعل؟ ها الحقيبة، حقيبة يعني the bag. يبقى انا كده بقول له she picked up the bag. علشان كده احنا بنتعلم اللغة الإنجليزية من خلال مشهد احنا بنشوفه. هتعمل بعد كده فعل تاني. انا هنلاحظ معايا عملت ايه؟ فتحت ايه؟ ها الدولاب. يبقى انا عندي هنا ها إيه الفاعل اللي هو هيقوم بالفعل مين؟ شي، ده الفاعل اللي هيقوم بالفعل. ها عملت ايه بايدها؟ ها اوبن، اوبن يعني يفتح. انا عندي هي الفاعل، الفعل فتحت، ها فتحت ايه؟ الوقع عليه الفعل، اللي حاجه اللي بتقع عليه الفعل بتيجي بعد الفعل على طول، يبقى اوبن يعني يفتح. نحفظ بقى مع بعض حركه اما تيجي تفتح حاجه يبقى اسمه اوبن. طب هي فتحت في الماضي، يعني ضيف له ايه؟ اي دي، يبقى she opened. opened ايه؟ فتحت مين؟ ها الدولاب اسمه the wardrobe. خلاص she opened the wardrobe. عملت ايه دلوقتي؟ وضعت الحقيبة. طيب انا اسال واحد دلوقتي سؤال، هل الفعل اتغير؟ ها الفعل برضو مازال مين؟ شي هي. ها عملت ايه؟ وضعت. ها بوت وضعت ايه؟ الحقيبه، بوت ذا باج. ها وضعت الحقيبه داخل، شايفين داخل جوه انتو داخل ايه؟ الدولاب، خزانة الثياب.
يبقى واضح من الفعل عندي هو هي، ها، وضعت الحقيبة داخل put the bag into، ها، خزانة الدولاب أو خزانة الثياب أو الدولاب the wardrobe.